أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثير من الآيات ذكرت نعيم أهل الجنة وأكلهم وشربهم ونكاحهم، لكن كيف ينتقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها كما قال جل وعلا: عرضها السماوات والأرض؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثير من الآيات ذكرت نعيم أهل الجنة وأكلهم وشربهم ونكاحهم، لكن كيف ينتقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها كيف ينتقل أهل يتنقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها أنها عرضها السماوات والأرض؟ نعم، يعطيهم الله القدرة على هذا. تقيس على الدنيا أنت؟ ما تقيس على الدنيا، يعطيهم الله قوة وقدرة حيث يطوفون بممالكهم ومساكنهم وغرفهم بسهولة. نعم.